المشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من محيط مركب محمد خميس. والسدادات الأمنية اللي كتسبق جميع المقابلات وبالأخص المقابلة اللي غادي تجرى اليوم ضد فريق حمزة، ضد فريق الفتح الرباطي. ساعات قبل المقابلة رجال الأمن والقوات المساعدة في أي المكان شوفوا الاعداد ديال رجال الامن، وكذلك تواجد كبير كذلك ديال القوات المساعده في جنبات مركب محمد الخميس. فانا غادي نقربكم من الصوره باش تعرفوا العدد الكبير ديال رجال الامن اللي كيتواجدوا في محيط مركب محمد الخميس. هادو كاملين سيارات فقط، يعني في الباركينغ الخاص بالمركب، ومازال الجهه الاخرى فالعديد من السيارات، العشرات من السيارات. ربما اليوم غادي يكون حضور جماهيري كبير، وكنعرفوا بان اليوم السبت ما كتكونش دراسه، بعض الناس ما كيخدموش، فاليوم ربما غادي يقدر يكون واحد الجمهور كبير جدا، الجمهور اللي غادي يجي باش يدفع اللاعبين من اجل تحقيق الفوز في هذه المقابله، لان لا مجال لتضييع النقاط بخصوص فريق الرجاء البيضاوي. ولو ان التركيبه ديال الفريق كتشهد واحد الضعف كبير من ناحيه جوده اللاعبين، الحراره المفرطه والحضور الكبير ديال رجال الامن والقوات المساعده فقط من اجل تامين المقابله ومرور المقابله بشكل امين ليحمي الجميع. فنتمناو كذلك حسم الجماهير انهم يكونوا السبب في انزال عقوبات على الفرق ديالهم، وانتم عرفتوا الغرامات الماليه كبيره اللي صدرتها للجامعه في حق جماهير فريق الرجاء والوداد يعني في الديربي السابق. Thank you.